وتعزيزا لركيزة الإدارة الحكومية الفاعلة، يواصل التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل تقديمه للخدمات الإلكترونية والتي أطلقتها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وذلك بهدف تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت. وللمزيد من التفاصيل حول آخر الخدمات التي أضيفت لتطبيق سهل ينضم معنا عبر اتصال هاتفي المتحدث الرسمي باسم تطبيق سهل الأستاذ يوسف كاظم. أستاذ يوسف أهلا ومرحبا فيك معنا. أهلا ومرحبا بكم وشكرا على هذا التواصل. ممكن تحدثنا أكثر عن آخر ما تم إضافته في تطبيق سهل أو تطبيق؟ نعم تفضل. نعم، التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل يعمل على إضافة خدمات حكومية من مختلف الجهات الحكومية. في كل شهر نرى بأن هناك عدد كبير من الخدمات التي يتم إضافتها من خلال التطبيق على مستوى الخدمات أو حتى من خلال البيانات وتحديثها أو عبر المواعيد التي تقدم من خلال تطبيق سهل. خلال الأيام القليلة الماضية كان هناك إضافة مهمة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية من حيث إضافة خدمات تتمثل في شهادة لمن يهم الأمر لمن يتقاضى المساعدات الاجتماعية المقدمة من قبل الوزارة أو لمن لا يتقاضى مثل هذه المساعدات، بالإضافة إلى إضافة بيان ظهور رقم عضوية المساهمة في الجمعيات التعاونية. بالتالي اليوم بإمكان أي شخص يستخدم تطبيق سهل من خلال الصفحة الرئيسية الأولى صفحة بيانات، سيظهر له بمجرد أي تحديث يقوم به على الصفحة الأساسية سيظهر لديه رقم صندوق العضوية ورقم المساهم في الجمعية التعاونية التابعة لمنطقة سكنه. هذه بالنسبة للخدمات اللي قدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ديوان الخدمة المدنية الذي قام فريق العمل في الديوان مشكورا بإضافة مجموعة من خدمات العلاوات الاجتماعية، وتتمثل في إضافة وتقديم طلب إضافة ابن للعلاوة الاجتماعية أو إضافة الزوجة أو إزالة اسم الزوجة أو إزالة اسم الابن، وكذلك تغيير الحالة الصحية. مثل هذه الخدمات نحن نترقبها منذ فترة من قبل ديوان الخدمة المدنية، لأن هناك العديد من الأفراد من المواطنين الذين يتمنون وجود مثل هذه الخدمات التي تسهل عليهم عناء مراجعة الإدارات الحكومية من أجل تنفيذ مثل هذه المعاملات. نعم، هل هناك أهداف أكثر مرجوة لمثل هذه الخدمات الإضافية؟ نعم، اليوم احنا لما نتكلم عن فكرة التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل وتوجه مجلس الوزراء، مثل ما أنت وذكرت في البداية، فكرة التطبيق أحد ركائز خطة التنمية وتتمثل في الإدارة الحكومية الفاعلة. يجب أن نعمل بشكل أكبر من أجل إضافة المزيد من الخدمات كما ونوعا من قبل الجهات الحكومية، واليوم نرى بأن هناك متابعة مستمرة من سمو رئيس مجلس الوزراء وكذلك من معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات الأستاذ فهد الشعلة فيما يتعلق بتفعيل دور اللجان العاملة من أجل تطوير خطوات تطبيق سهل حتى يمكن أن يصل إلى مرحلة بأن يكون هو التطبيق الذي يعتمد عليه الأفراد داخل الكويت من مواطنين ومقيمين من أجل تنفيذ معاملاتهم بشكل سريع وسهل وكذلك بشكل آمن. اليوم فكرة إتاحة هذه الخدمات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع أمام المواطن والمقيم من يستخدم تطبيق سهل سيحقق يعني نقلة نوعية مميزة على مستوى العمل الحكومي، بحيث أنه لن يكون هناك حاجة لمراجعة الإدارات والجهات المركزية الحكومية، وكذلك سيكون هناك إمكانية للتواصل المباشر بين المواطن وبين الجهة الحكومية. احنا اليوم نترقب خلال الأيام القليلة القادمة زميلتي فاطمة بأن اليوم نترقب من وزارة التربية أن ستقوم بإذن الله تعالى بنقل
وكذلك تقديم خدمة نتائج المراحل النقل وكذلك الصفوف المدرسية في مراحل التعليم العام والخاص راح تكون من خلال تطبيق سهل. طلبة إن شاء الله راح تكون من خلال تطبيق سهل بالإضافة إلى أرقام الجلوس بالنسبة لطلبة الصف 12، واتمنى لهم التوفيق في اختباراتهم النهائية يا رب العالمين. وبالإضافة إلى ذلك أكيد هناك تعاون وتنسيق من أجل تجديد التعاون مع وزارة التربية حتى تعلن نتائج الثانوية العامة مباشرة من خلال تطبيق سهل. نعم، وبرأيكم أستاذ يوسف هل حقق فعلا التطبيق أهدافه، وهل هناك آلية لرصد هذا الإنجاز في التطبيق؟ نعم، احنا اليوم لما نتكلم على فكرة يعني تغيير سلوك المستخدم، اليوم لما نتكلم على مسيرة أكثر من سنة ونصف من عمر تطبيق سهل، اليوم نرى بأن حجم التفاعل وعدد مستخدمي التطبيق الذي قفز وتجاوز 1,100,000 مستخدم بعد مرور سنة ونصف من عمر التطبيق، هذا دليل بأن هناك باتت قناعة كبيرة ومتزايدة لدى الأفراد بجدوى ونجاح هذا التطبيق من حيث الاعتماد عليه في تنفيذ معاملاتهم الحكومية بالاستعاضة عن المعاملات التقليدية الورقية. هذا أمر. الأمر الثاني تزايد عدد الجهات الحكومية. كان في السابق كان التطبيق أول ما تم إطلاقه كان يحتوي على 13 جهة حكومية، اليوم نتكلم عن أكثر من 31 جهة حكومية. اليوم نتكلم عن عدد المعاملات، يمكن خلال الأسبوع الماضي أعلنت وزارة الداخلية أن تم تنفيذ يعني أكثر من 10 مليون معاملة من خدمات وزارة الداخلية من خلال تطبيق سهل. هذه الأرقام تتحدث وتؤكد بأن اليوم المستخدم في الكويت، مستخدم تطبيق سهل في الكويت، باتت عنده ثقة أكبر بمدى فائدة هذا التطبيق. نعم، الناس في البداية قد يستغربون وجود مثل هذا التطبيق، لا يعلمون كيف بالإمكان أن يستمر وأن يتطور، ولكن للأمانة احنا بسبب وجود القرار وجود المتابعة من قبل مجلس الوزراء وكذلك يعني سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الصباح وكذلك يعني وزير الدولة شؤون الاتصالات أستاذ فهد الشعلة، هناك متابعة مستمرة من أجل تطوير التطبيق. فاليوم احنا لما نتكلم عن فكرة تطوير التطبيق بالاستعانة وكذلك الرجوع للناس وللأفراد من خلال تواصلهم معنا المستمر على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية لتطبيق سهل، نرى بأن هناك يعني ثقة كبيرة ومتزايدة لدى الأفراد بمدى نجاح هذا التطبيق. نعم أستاذ يوسف، وعن الشرائح العمرية المستهدفة لتطبيق سهل ومن الخدمات التي تقومون بتقديمها، هل هناك شريحة عمرية معينة أم أن هي موجهة لعموم المواطنين؟ اليوم كل شخص يعني يعيش على أرض الكويت لديه بطاقة مدنية ولديه تطبيق هويتي يمكنه أن يستخدم تطبيق سهل. اليوم مجرد أن تقوم بعملية المصادقة مع تطبيق هويتي بإمكانك أن تستخدم تطبيق سهل، ولكن ما هي نوعية المعاملات التي يمكن أن تنفذها؟ هذا الأمر هو المختلف. اليوم احنا لما نتكلم على فكرة ظهور نتائج طلبة فصول النقل، مثلا طلبة المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية الصف العاشر والحادي عشر، هذول أكيد هم دون 18 سنة، فبالتالي إذا كان هو عنده هاتف ذكي وعنده تطبيق هويتي ولديه بطاقة صالحة، فبالتالي بإمكانه أن يستخدم تطبيق سهل للتعرف على نتيجته في المدرسة ونتائج اختباراته النهائية. وهذا الأمر يعزز مفهوم أن احنا قاعد نخلق مواطن أو فرد رقمي يستطيع التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ويمكنه أن ينفذ معاملاته الحكومية مع مؤسسات الدولة ووزاراتها المختلفة دون عناء أن يطلب من ولي أمره أو ما إلى ذلك، حسب طبعا ما يمكن تطبيقه من الناحية القانونية إذا كان هو قاصر أو دون العمر القانوني. ولكن مثل هذه الخدمات تعزز لدى الأفراد ثقة كبيرة بأنني أنا كشاب صغير أو أنا كبنت صغيرة بإمكاني أتواصل مع الحكومة وأطلب مثلا شهادتي من وزارة التربية أو رقم أو نتيجتي في الثانوية العامة أو في المرحلة الدراسية اللي أنا فيها من خلال تطبيق سهل. هذا نموذج بسيط، ولكن أكيد إحنا خلال الأيام القليلة القادمة هناك أفكار جديدة وهناك طموحات بالتعاون مع وزارة التربية والعديد من الجهات الحكومية من أجل محاولة توفير خدمات تتناسب مع الشرائح والفئات العمرية الأصغر، لأن احنا نتكلم عن الفئات الأكبر في العمر، أكيد هذول الفئات مهتمين فيهم من خلال ما نقدمه من خدمات. ونحن دائما نشجع حتى أخواننا وبركتنا كبار السن بأن حاولوا تستخدموا التطبيق سهل حتى ينوفر عليكم الوقت والجهد لتنفيذ معاملاتكم وين ما كنتوا وانتم مرتاحين في بيوتكم، تقدرون تنفذوا معاملاتكم من خلال تطبيق سهل. نعم بالفعل الأستاذ يوسف كاظم المتحدث الرسمي باسم تطبيق سهل، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.